لكن أبرهة قرر أن يرضي النجاشي بأي شكل من الأشكال، وقرر أن يبني كنيسة عظيمة اسمها القريس. ثم قال النجاشي: لقد بنيت كنيسة عظيمة، وسوف أمر العرب والعجم بأن يحجوا لها. عندما أمر أبرهة العرب بأن يحجوا إلى تلك الكنيسة، قام أحد من قوم آل النسي الذين يعظمون بيت الله والأشهر الحرم التي تبقت من دين إبراهيم عليه السلام بتدنيس تلك الكنيسة. علم أبرهة أنه لن يحج العرب إلى تلك الكنيسة حتى يهدم الكعبة، فتحرك جيش كبير مصحوبا بالفيلة. لكن العرب لم يستسلموا، فقامت قبيلة ذو نفر لكن لم تستطع صد الهجوم، كما أيضا قامت قبيلة خثعم بالدفاع والتصدي لأبرهة، وكانت بقيادة نفيل بن حبيب الخثعمي، فلم تستطع أيضا من مقاومة جيش أبرهة. عندما وصل جيش أبرهة إلى ثقيف في الطائف لم يستطع أهلها المقاومة، فاستسلمت خوفا بأن يخرب أبرهة الطائف، بل حتى أرسلوا معه متطوعا يدله على طريق مكة اسمه ذو رغال، لكنه مات في الطريق وأصبح قبره مرجما عند العرب لفعله الخائن. عندما وصل أبرهة مكة حبس معظم أنعام أهل مكة، ومن تلك الأنعام هي إبل عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل عبد المطلب على أبرهة سائلا إياه أن يرد له العير أو الإبل التي سلبها منه، فتعجب أبرهة واحتقره رغم أنه أكرمه حينما رأى وسامته على روايات الإخباريين، متعجبا منه كيف يطلب منه الإبل ويترك البيت الذي جاء لهدمه. فأجاب عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا يحميه. فلما رفض أبرهة طلب عبد المطلب خرجت قريش إلى الجبال تنظر ماذا سيفعل أبرهة في كعبتهم. وفي صبيحة اليوم التالي عزم أبرهة على هدم الكعبة، فحصلت تلك المعجزة الإلهية التي قضت على أبرهة وجيشه بطير أرسلها من السماء. في تلك السنة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عام الفيل، فأصبح ذلك العام تاريخا يؤرخ به العرب. في اليمن ظل حكم اليمن تحت حكم الحبشة، وكان تحت حكم مسروق بن أبرهة، على إن سيف بن ذي يزن وهو من أحد السلالة الحميرية الحاكمة لم يعجبه ذلك، فقرر أن يفعل حصلت في ذلك الوقت بشكل موجز. عندما قدم إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل عليه السلام، كانت مكة لا يسكنها أحد ولا يوجد بها أي مقوم للحياة. فمن أبرز الأحداث التي حدثت في زمن إسماعيل عليه السلام هي بئر زمزم التي وجدت في معجزة ربانية، ثم جاءت التعليمات والتوجيهات الإلهية لإبراهيم عليه السلام أن يبني الكعبة على قواعد آدم، ثم أمر بالحجيج إلى الكعبة، ولبت كل العرب دعوة إبراهيم بالحجيج والتعبد بدين إبراهيم ألا وهو التوحيد. عندما استقر الأمر لإبراهيم رجع عليه السلام إلى الشام وفلسطين، وترك في مكة هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام. في تلك الفترة هدم سد مأرب العظيم الذي كان بعد هجرة العرب من جنوب شبه الجزيرة العربية، الذي كان أهم مقوم للحياة في ذلك المكان والزمان. من أبرز تلك القبائل التي هاجرت شمالا ثقيف في الطائف، والغساسنة في أطراف الشام، والمناذرة في الحيرة. ومن أهم تلك القبائل جرهم، تلك القبيلة التي سكنت في مكة بعد أن أذنت لهم هاجر أم إسماعيل بالاستقرار والاستعانة بماء زمزم مقابل أجرة تدفع لها. عندما استقر الإسلام والتوحيد في شبه الجزيرة العربية كاملة لمدة من الوقت، على أن سيد قبيلة خزاعة عمرو بن لحي الذي كان هو سيد مكة بلا منازع غير دين العرب، وذلك في إحدى أسفاره إلى الشام، وجد عند أهلها أصنام يعبدونها، وكان من أهم تلك الأصنام هبل الذي أتى به إلى مكة وأمر مكة بعبادته، ثم أدخل الشرك في مكة. لكن عمرو بن لحي لم يكتفي بذلك، بل قام بإحضار المزيد من الأصنام في مكة، وأعطى كل قبيلة صنم ليعبدوها، ومن تلك الأصنام ود الذي وجد على أحد شواطئ جدة، الذي ذهب بعد ذلك إلى ديار بني بكر وما جاور دومة الجندل شمالا، وصنم سواع إلى هذيل، وصنم يغوث إلى طي وجرش، أما يعوق فذهب إلى همذان. ومن أبرز الهجرات أيضا هجرة اليهود من الشمال الذين اضطهدوا من الرومان في الشام وفلسطين إلى شمال شبه الجزيرة العربية، حيث استقروا في يثرب وما جاورها. ومن أبرز الأحداث في اليمن ظل حكم اليمن تحت حكم الحبشة، وكان تحت حكم مسروق بن أبرهة، على إن سيف بن ذي يزن وهو من أحد السلالة الحميرية الحاكمة لم يعجبه ذلك، فقرر أن يفعل شيئا لاسترجاع حكم آبائه وأجداده، فذهب أولا إلى الشام لملاقاة قيصر الروم، لكن قيصر الروم لم يستطع عونه، وذلك بأن الروم أصلا هم من عاونوا الأحباش في السيطرة على اليمن. فعندها ذهب إلى أحد أعظم ملوك العرب وهو النعمان بن المنذر التي كانت مملكته تحت سيطرة الإمبراطورية الساسانية. لم يستطع النعمان مد العون له،
ولكنه اقترح عليه بأن يذهب معه إلى كسرى لأخذ وفادته وتجديد البيعة لكسرى. فعندها قرر ذيزن أن يقنع كسرى بأن يمد له جيشا للتخلص من الأحباش وإرجاع حكم اليمن لأهل اليمن. فأرسل كسرى أحد قاداته العسكريين وهرز الذي استطاع التغلب على جيش الحبشة. لكن ما أن هزم جيش الحبشة حتى سيطر الفرس على اليمن ولم يتمكن حكام اليمن بأن يحكموا. جاء من بعد وهرز في حكم اليمن أحد ابناء كسرى يسمى المرزبان، ثم الديجبان، ثم آخرهم باذان الذي حكم حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا على حرص استماعكم. إذا أعجبكم الفيديو نرجو منكم الاشتراك في القناة لكي ننشر مقاطع. ومن أبرز الهجرات أيضا هجرة اليهود من الشمال الذين اضطهدوا من الرومان في الشام وفلسطين إلى شمال شبه الجزيرة العربية حيث استقروا في يثرب وما جاورها. ومن أبرز الأحداث أيضا التي حدثت قبل الإسلام هو تبع اليمن ربيعة بن نصر، وتطلق كلمة تبع إلى ملوك اليمن حينما رأى رؤيا غريبة وفسرها عند سحرته وكهنته الذي كانوا مسيطرين على الحالة الاجتماعية والسياسية آنذاك، ثم أقروا له تفسير رؤياه بأن الأحباش سوف يحتلون اليمن خلال 60 سنة. ثم خاف على حكمه وملكه وقرر الهجرة شمالا واستقر في الحيرة في أطراف العراق. ثم جاء أحد أبناء ربيعة بن نصر من بعده ألا وهو أسعد أبو كرب الحميري الذي سيطر على كل اليمن. ومن تلك الأحداث التي حصلت في عهد أسعد وهو في إحدى سفراته أنه ذهب إلى الشام وخلال الطريق إلى الشام ترك ابنه في يثرب للتجارة. لكن ما لبث ابنه هناك حتى اشتبك مع أهل يثرب في خلاف تجاري مما أدى إلى مقتله الذي بعده أعلنت الحرب بين اليمن وأهل يثرب. فأهل يثرب كانوا على اليهودية آنذاك، فعندما بدأ القتال لعدة أيام تعجب أسعد مما شاهده في الأيام الأولى. فليس التعجب في القتال، بل إن أهل يثرب كانوا يقاتلوه في النهار، ثم إذا انحبس الجيشان في الليل قام أهل يثرب بإرسال الطعام والمؤن ليلا، بل بإرسال المطببين لإسعاف جرحى جيش اليمن. فتعجب أسعد كثيرا فرأى أن يخاطب أعيانهم وعلمائهم الذين سألوه ماذا تريد، فقال أخرب يثرب، فقالوا والله ما تستطيع سيهلكك الله أن تفعل ذلك. فقال كيف عرفت ذلك؟ قالوا هذه مهجر نبي. ثم شرح لهم علماؤهم اليهودية لأسعد الذي لم يلبث طويلا حتى تهود. ثم في الطريق إلى اليمن اعترضه قبيلة هذيل الذين كانوا يكرهون أهل مكة وأهل اليمن أيضا، فأرادوا أن يوقعوا بخصومهم مع بعضهم البعض فتشب معركة بين أهل اليمن وأهل مكة. فقالت هذيل هل لك بالذهب والجواهر؟ فقال بلى. قالوا إن في هذا البيت الذي يعظمه قومها مملوء بالذهب والكنوز، لكن أسعد كان معه بعض أحبار اليهود الذين أخذهم معه إلى اليمن الذين عارضوه قتال أهل مكة وقالوا ما أرادوا الهذليين إلا هلاكك. فقال كيف؟ قالوا ما علمنا أعظم بيت لله على الأرض إلا هذا البيت. قال ما تأمروني؟ قالوا عظمه وطف به. ثم رد عليه وقال وأنتم لماذا لا تطوفوا به؟ فقالوا نفعل لو أن أهلها ملؤوه بالأصنام. فأسعد الحميري عظم الكعبة وطاف بها، ثم أتته رؤيا أنه يكسو الكعبة فكساها الصوف، ثم أتته رؤيا أخرى بأن يكسوها بأفضل من ذلك فكساها الملال وهي ثياب مشهورة في اليمن، فكانت تلك أول كسوة للكعبة في التاريخ. عندما رجع أسعد إلى اليمن أراد أن يغير ديانة أهل اليمن التي كانت تعبد النار آنذاك، فرفضوا في البداية إلا أنهم بالأخير أقروا بأن يلتجئوا إلى محكمة النار، ألا وهي أن أهل اليمن كانوا يشعلون النار في مكان مغلق ويضعون الخصمين بالقرب من الباب، فعندها يفتح الباب فعلى ذلك سوف تأكل النار باندفاعها نحو الظالم حسب معتقدهم وإيمانهم. وفعلا أحضر الكهان وأحبار اليهود إلى هذه المحكمة، فكان كل مرة يفتح الباب تذهب النار نحو الكهان والسحرة حتى ماتوا. فعندها تهود أغلب أهل اليمن. ثم توالت الأحداث في اليمن حتى أتى أحد أبناء أسعد ألا وهو حسان. فحسان توسع في نفوذه واستطاع أن يملك جيشا عظيما، بل أنه أراد أن يغزو الإمبراطورية الساسانية وهي كانت أعظم إمبراطورية آنذاك، لكنه لم يستطع أن يكمل ذلك عندما تآمر أعيان ونبلاء اليمن مع أخوه عمرو بأن يسلموا الحكم إلى عمرو إذا تمكن عمرو أن يقتله، وذلك بأن حسان كان حريصا جدا ولا يدخل عليه أحد إلا إذا فتش، ففعل ذلك عمرو وقتل أخاه حسان. وفي قصة مشهورة أن كل الأعيان والوجهاء أقروا بأن يقتلوا حسان، على أن أحدهم اسمه ذو رعين الذي رفض وقال ما من أحد قتل أخاه إلا يصيبه الهم والغم والكآبة. ثم أعطى عمرو كتابا وقال له أستخرجه عندما أطلبه منك، ففعل ذلك عمرو. فعندما قتل عمرو أخاه لم يستطع النوم من كثرة الهم والحزن، فقرر البحث والسؤال
عن حل يريحه من ذلك المرض الذي أصابه، ولم يستطع أي طبيب أو ساحر على معالجته. فاستقر له أحد الآراء بأن يقتل كل الذين شاوروه وحرضوا على قتل أخاه، ففعل ذلك حتى إنه أتى إلى قتل دور عين الذي قال له: أستأمنتك كتابا، فهل استخرجته وقرأته؟ ففعلا أخذ الملك عمرو بقراءة ذلك الكتاب الذي كان فيه إحدى البيتين: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين، فأما حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذير عين. ثم بعد ذلك تنازع أخوه حسان وعمر على اليمن، وتمزقت اليمن تمزقا شديدا. وفي ظل تلك الفوضى العارمة تمكن رجلا من العامة يقال له الخنيعة بشناتل من السيطرة على العاصمة والاستيلاء على الحكم. فكان الخنيعة قاطع طريق فظلم أهل اليمن ظلما شديدا، وتمكن من حكم اليمن لعدة سنوات، إلى أنه لاحقا تمكن أحد أبناء تبع أسعد الحميري يقال له ذو نواس من السيطرة والتسلل إلى العاصمة، وقتل الخنيعة بخنجر. فتمكن ذو نواس من السيطرة على اليمن وإرجاع حكم اليمن إلى أبناء ربيعة بن نصر. ومن أبرز الأحداث الجلية التي كان لها أثرا كبيرا لاحقا، ألا وهي أن نجران دخلت في دين النصرانية، فكانت ذلك على رجل يدعى فينيون الذي كان في رحلة للدعوة إلى الله. فكان فينيون على دين النصرانية الموحدين، فأتى فينيون من الشام إلى أفريقيا للدعوة فيها، لكن أحد قطاع الطرق وعصابات الرق تمكنوا من القبض عليه وبيعه إلى أحد أسواق نجران. فكانت نجران وقتها تعبد شجرة، يقال أن فينيون كان له كرامات. ومن أبرز الأحداث الجلية التي كان لها أثرا كبيرا لاحقا، ألا وهي أن نجران دخلت في دين النصرانية، فكانت ذلك على رجل يدعى فينيون الذي كان في رحلة للدعوة إلى الله. فكان فينيون على دين النصرانية الموحدين، فأتى فينيون من الشام إلى أفريقيا للدعوة فيها، لكن أحد قطاع الطرق وعصابات الرق تمكنوا من القبض عليه وبيعه إلى أحد أسواق نجران. فكانت نجران وقتها تعبد شجرة، يقال أن فينيون كان له كرامات من عند الله وكان له نورا من حوله. فقال فينيون لمالكه: لو أن إلهي قتل إلهك فهل تعبد إلهي؟ قال مالكه: بلى. فاجمع فينيون الناس في يوم موعود، فأخذ بدعاء الله حتى أنزل الله ساعقة فاحترقت الشجرة، فتنصر أهل نجران. كان من أهل نجران عبد الله بن ثامر الذي قرر الدعوة في اليمن، وكان ذو نواس ملك اليمن يستخدم السحرة والكهنة كثيرا في ملكه. فاختار ذو نواس فتى ذكي يتعلم السحر والشعوذة حتى يصبح ساحرا عظيما يستخدمه للمستقبل. فالفتى كان يذهب إلى السحرة في الجبال يتعلم منهم السحر والشعوذة، وكان منزل عبد الله بن ثامر النصراني يقع في هذا الطريق. فأخذ الفتى مع الأيام أن يذهب إلى عبد الله بن ثامر يتعلم منه قليلا ويكمل مشواره إلى السحرة في الجبال. وفي أحد الأيام لم يتمكن ذلك الفتى من الحضور إلى السحرة، فعندها أخبره السحرة ذو نواس أن ذلك الفتى لم يعد يحضر. فقرر ذو نواس التحقق، فوجد أنه يذهب إلى عبد الله بن ثامر فقرر بقتله. ثم أخذ يحل مشكلة ذلك الفتى الذي أصبح على النصرانية، فهدد بقتله، لكن الفتى رفض أن يرجع عن دين النصرانية، فقرر أن يقتل ذلك الفتى. إلى أن ذلك الفتى حصلت له معجزات في كيفية قتله الذي لم يستطع قتله بعدة طرق، إلا بعد أن أخذ الفتى سهمه ونبله وقال: لن تقتلني حتى أن تقول بسم الله رب هذا الغلام. فتمكن ذو نواس من قتله بتلك الطريقة، فتنصر كثير من أهل اليمن بعد تلك الحادثة. ثم قرر ذو نواس أن يقتل النصارى الذين اتبعوا ذلك الفتى، وقرر بقتل جميع النصارى. ثم وجد أن أغلب أهل النصارى كانوا في نجران التي كانت تابعة إلى الحكم الحميري. عندها حصلت تلك الحادثة العظيمة، ألا وهي الأخدود التي قتل فيها أكثر من 20,000 نصراني موحد عندما ألقوا في حفرة من نار عظيمة. ومن أحد الناجين الذين فروا من تلك المجزرة الفظيعة رجلا اسمه دوس ذو ثعلبان، الذي فر إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية يستنجد بها. فكانت الإمبراطورية الرومانية على دين النصارى، لكن قيصر فكر بإرسال جيوشه إلى اليمن البعيدة فما استطاع. ففكر أن يرسل إلى نجاشي الحبشة الذين كانوا على النصرانية بأن ينصروا دوس ذو ثعلبان. ففعلا تحرك نجاشي بجيش قوامه 70,000، فكان أكبر جيش يدخل شبه الجزيرة العربية آنذاك. جيش الحبشة كان تحت قيادة القائد أرياض، ومن أبرز قادته أيضا أبرهة. ففي عام 520 ميلادي سيطرت الحبشة على كامل اليمن، وفي أحداث كبيرة تلت بعد ذلك أن أرياض كان من الظالمين لأهل اليمن وأهل الحبشة أيضا. فقرر أبرهة أن يؤلب ثورة ضد أرياض، وتمكن أبرهة الحبشي أن يقتل أرياض. فعندها غضب النجاشي غضبا شديدا، فنظر أن يضع قدميه تراب اليمن ويجز شعر أبرهة. عندها
قرر أبرهة أن يرسل إليه تراب من اليمن وجزء من شعره ليفي بنذره. وقدم أبرهة للنجاشي الكثير من المواثيق والعهود أن تصبح اليمن خاضعة للحكم الحبشي وأن يكون تحت أمر النجاشي. لكن أبرهة قرر أن يرضي النجاشي بأي شكل من الأشكال، وقرر أن يبني كنيسة عظيمة اسمها القليس. ثم قال للنجاشي: لقد بنيت كنيسة عظيمة، وسوف أأمر العرب والعجم بأن يحجوا لها. عندما أمر أبرهة العرب بأن يحجوا إلى تلك الكنيسة، قام أحد من قوم آل النسي الذين يعظمون